واحيانا بتبقى اوباما مع شيكابالا مع حازم امام اللي بيتحرر. لكن في الحاله دي طالما فتوح زاد حازم امام بيربط مع قلبين الدفاع ورا عشان يامن الزمالك مناطقه كسكند سترايكر متاخر شويه عن مروان حمدي عشان يسحب عين المدافع فيقدر يحرر ابو الفتوح. ودايما فرجاني ساسي بيعمل معاهم مثلث. الزمالك يقدم واحده من افضل ماتشاته من فتره طويله لكن فات الميعاد. تابعوني انا صاحب الكوره وتحليل مباراه الزمالك وتوجه. اول حاجه بتبين افكار كارتيرون هي مجموعات العمل اللي بيحاول يعملها على اجناب الملعب عشان يقدر يستغل الاجناب كويس، خصوصا ان عنده ظاهرين قدراتهم الهجوميه عاليه جدا وعنده مهاجم صندوق قدراته كويسه جدا في الكرات الراسيه وعنده لاعب زي يوسف اوباما وبن شرقي بيخشوا بشكل كويس لمنطقه الجزاء فيقدر يعمل خطوره من اللعبه دي. تعالوا نشوف مع بعض هنا التنظيم اللي بيحاول باتريس كارتيرون انه يفكر فيه او بيعمله عشان يقدر يواجه فريق تونجث. هنا نلاحظ فرجاني ساسي دوره دايما انه بيميل في الناحية الشمال عشان يعمل مثلث هنا مع اشرف بن شرقي وفتوح. ليه ده التنظيم؟ تعالوا بقى نشوف ليه فرجاني ساسي بيميل في الناحية دي عشان يعمل المثلث ده. هنا نلاحظ مع بعض اشرف بن شرقي لما بيخش لجوه فبيسحب معاه قلب الدفاع التاني اللي هو مايل ناحية اليمين، وهنا فرجاني ساسي مجرد ما بيقف على خط واحد مع احمد فتوح بيقدر يحرر فتوح لان الباك هنا بيروح يضغط على فرجاني ساسي فبيتحرر فتوح بشكل كبير. يقدر فرجاني ساسي وفي ظل كمان غياب الضغط الفعال من مدافع فريق تونجت يقدر يلعب الكرات الطويله والعميقه ليه احمد فتوح، سواء بقى يقدر يعمل بيها عرضيه او يخش هو انه عنده قدرات كمان على التسديد والمراوغه جوه منطقه الجزاء. هنا مثال توضيحي لابرز واهم افكار كارتيرون انه يعمل دايما مجموعات عمل في اجناب الملعب. هنا الناحيه دي فرجاني ساسي اشرف بن شرقي اللي كتير قوي بنلاقيه بيخش لجوه عشان يسحب المدافع، وهنا احمد فتوح اللي واخد حريه اكتر لانه اولا فرجاني ساسي مامنه هنا فيقدر هو يطير زي ما هو عايز بدون اي خوف من الحالة الدفاعية. ثانيا وده الاهم ان وجود فرجاني ساسي هنا عنده القدرة على الباص الخطير والعميق فيقدر ابو الفتوح يقدر يتحرر بشكل كبير جدا وعارف ومتأكد ان الكرة هتوصله في مناطق خطورة. الناحية التانية هنا مروان حمدي مع اوباما مع شيكابالا، واحيانا بتبقى اوباما مع شيكابالا مع حازم امام اللي بيتحرر. لكن في الحالة دي طالما فتوح زاد حازم امام بيربط مع قلبين الدفاع ورا عشان يأمن الزمالك مناطقه، وهنا بيقوم بدور الرب كتالت مع شيكابالا بلا اوباما مروان حمدي لان الكوره مش في منطقته. لو حازم امام هو اللي زاد فبيعمل مثلث هنا مع شيكابالا واوباما، والناحيه الثانيه احمد فتوح هو اللي بيتراجع عشان يربط في الحاله الدفاعيه. نتيجه الشغل ده الزمالك قدر يسجل اكتر من هدف عن طريق نفس اللعبه. ازاي؟ هنا اشرف بن شرقي على طول بيدخل لجوه فتلاقي عين المدافع ده مركزه مع اشرف بن شرقي لكنه ما يقدرش يخش اكتر من كده، بس مجرد ما تركيز المدافع راح مع حاجه ثانيه غير اللعبه الاساسيه اللاعب ده كل سنه وانتم طيبين يقدر ياخد في مساحه. وهنا فرجاني ساسي على طول حافظ مجرد ما اشرف بن شرقي يخش انا هلعب الكره العميقه لجوه منطقه الجزاء لاحمد ابو الفتوح يقدر يعمل العرضيه زي ما سجل منها الزمالك، او يقدر هو بنفسه يخش لجوه الملعب ويسجل ويروغ وبيجيد الحته دي وشفنا منه جون الترجي على سبيل المثال. تاكيدا بس للحاله بنشوف نفس الفكره، اشرف بن شرقي على طول بيضم لجوه الملعب يبدو لك كسكند سترايكر متاخر شويه عن مروان حمدي عشان يسحب عين المدافع فيقدر يحرر ابو الفتوح. ودايما فرجاني ساسي بيعمل معاهم مثلث. دايما منين ما تشوف الكوره هتلاقي هنا اشرف بن شرقي وهنا ابو الفتوح دايما رابطين مع بعض معاهم ثالث هنا فرجاني ساسي، والناحيه الثانيه يوسف اوباما بيميل على حازم بيميل مع شيكابالا عشان يعملوا مثلثات. وهو ده اللي بيحاول كارتيرون يعمله انه يعمل مجموعات عمل في كل اجناب الملعب عشان يقدر يضمن الاستحواذ وسهوله تحرر اللعيبه، وده اللي بيخلق دايما الزياده واحد. عشان كده الزمالك قدر يفرض سيطرته تماما على فريق تونجز، بجانب طبعا ان فريق تونجز عنده مشاكل كتيره وداخل الجيم بدون اي هدف وبدون اي ضغط، فبالتالي حصل السيرك اللي احنا شفناه. انتهت حلقتنا، اتمنى تكون عجبتكم وما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الجديد.